الجزء الثاني من الفرق ما بين التنوع والتطور. كويس، حاجة بقى مهمة وأدلة علمية أكتر على الكلام اللي أنا قلته. اكتشف العلماء حاجة يسمى بالمجمع الجينات أو حوض الجينات للجنس الواحد، وهو ما يسمى بجينيتك بول. تعريفه العلمي إيه؟ لما تبحثوا عن كلمة جينيتك بول، تجميع الجينات اللي بيشترك فيها كل أنواع الجنس الواحد، لون الشعر، العين، الحجم، غيره، لكن كلها صفات جينيتك بول، صفات مختلفة، تجميع الجينات معبرة بأساليب مختلفة، نفس الجنس مختلفوش عن بعض. شوف إنسان أسود، إنسان أحمر، إنسان أبيض، إنسان أصفر، كلهم جنس واحد وهو إنسان بالضبط مساوي للإنسان في كل شيء. لكن الحيوانات اللي بتبدأ تفتقر إلى التجمع الجيني دي بتكون أقل قدرة للتكيف مع البيئة والبقاء. فهو نفس الكروموزومات، نفس عدد الجينات، نفس أماكن الجينات، لأنه نفس الجنس، لكن تعبير الجينات بأكوادها المختلفة أنتج عند صفات مختلفة. ده ليس تطور، لأنها ليست معلومات جينية جديدة من العدم، لكنه تنوع. طب ليه الله خلق التنوع؟ وليه سمح الأجناس تتنوع؟ يمكن اتكلمت عنها قبل كده في إجابة سؤال في مرات قبل كده، ولكن باختصار، كل ما كان تجميع الجينات أكبر كلما كان ذلك أفضل للأنواع. ومرة من المرات هنتكلم إمتى انقسم الإنسان لأنواع مختلفة، ودي هنتكلم فيها فيما بعد إن شاء ربنا ودبر، لأن دي من ضمن الشبهات اللي بيحاولوا يقولوها، أهو الإنسان مختلف ده دليل على التطور. لا، الحقيقة خطأ. ربنا خلق التنوع للكائنات الحية أو الجينيتك بول عشان يكون أفضل. ليه؟ لأن التجميعات الجينات دي اللي تمثل التنوع بتدي محتوى وراثي أكبر، فتدي للكائنات للمخلوقات دي القدرة على تحمل الظروف. لما يبقى عنده أكتر من اختيار جيني يقدر يأقلم نفسه مع البيئة في خلال عدة أجيال قليلة. لكن لو ما يكونوش الأجناس دول متنوعين وراثيا تقل صلاحيتهم وما يكونش الجينات اللي عندهم مناسبة. حاجة تانية، لو عدد الجينات بيحصل كل مرحلة تدهور، ودي اتكلمنا عليها وهتكلم عنها بأكثر تفصيل، يعني في جينات بتفسد بتتدهور بتبوظ بسبب الإكس راي والألترا فايلوت والمصايب اللي بتحصل والكيميكال والمشاكل دي كلها. طب الجينات اللي بتفسد، الجينات اللي بسميها الجينات السلبية أو الجينات المتدهورة، ده يكون خطير لو ما عنديش غير بديل واحد للجين، والجين ده باظ هو ده اللي هيتورث. لكن لما يكون عندي أكتر من بديل للجين، الكائن ده يقدر ينجو. الجينات السلبية تقدر تدوب أو تقدر تأثيرها يكون قليل وسط بقية الجينات. فالمرجح للأجيال المستقبلية اللي يكون عنده جينات سلبية كتيرة ما عندوش تنوع كتير، ده هيضعف. جين بيعبر عن عظمة ساق ضعيفة، لا هو ده بس، ما فيش تنوع تاني، ده هو اللي هيتورث لغاية ما ينتهي هذا الكائن. لكن لو هو واحد جين مقابل مجموعة جينات بتعبر عن عظام الساق القوية، ده بيبقى يدوب في الباقيين وما يبانش، فيستمر هذا الكائن له القدرة على البقاء، عنده ممتلئ بمعلومات جينية. الكلاب ليهم حوض جيني في فصيلة الكلاب كتيرة قوي، تتزاوج مع بعض وتفضل مختلطة مع بعض. الجينات دي هي نفس الكروموزومات، نفس الجينات في المكان بتاع الجينات، بتركيب مختلف بسيط تنتج صفات مختلفة، بروتينات مختلفة. ما جابتش جينات من العدم وما جابتش كروموزومات من العدم، تحمل صفات مختلفة قليلا ولكن في حدود واحدة ما تقدرش تتخطاها. ممكن الكلب يبقى قوي أو ضعيف لكن مش هتتحول رجله لجناح، ما اكتسبتش الصفات دي من العدم. فيوجد حوض جيني للكلاب، صفات الأطول
المختلفة والشعر المختلف والألوان المختلفة والأحجام المختلفة وطبقات الدهون المختلفة وقوة الحواس والشم والكلام ده، لكن كلهم كلاب يحتووا على 78 كروموزوم بما فيهم الذئب. هذا الفصيلة القطية يتنوعوا من القطط العادية وحتى القط البري، لكن كلهم 38 كروموزوم بيتزاوجوا جينيا، إلا فقط أحيانا بسبب اختلاف الأحجام ده بيحتاج طبعا الموضوع نكرس له دراسة أفضل والفصل ما بين الأجناس بدقة، لأن المجال ده للأسف مهمل، هما بيركزوا في اتجاهات تانية تثبت التطور، ما بيركزوش في اتجاهات ما يثبت انفصال الأجناس عن بعض. فكل منها ليها حدود واحدة، نوع كبير الحجم يستطيع بيتجوز مع كلب صغير الحجم وينتج كلب صفاته مشتركة ما بين الاتنين، وينتج كلب تاني يحتوي على صفات مشتركة ما بين الاتنين تانية، وتالت ورابع، ويبقى عندي محتوى جيني مختلف للكلبين، وبناء عليه بتبتدي صفات الوراثية، الجين السائدة أم المتنحية، المتراكمة، المعبرة وغيرها كتير جدا. لكن اختلاف الصفات اللي موجودة هو محتوى جيني واحد ولا تمنع تزاوج ثانية جينيا. تلعب الطبيعة أحيانا دور مهم في الانتخاب، والانتخاب أيضا بنوافق عليه ليس بالمفهوم الخاطئ لداروين ولا شرحته الأسبوع اللي فات. داروين فهم الانتخاب خطأ، فهم الانتخاب بيبتكر صفات جديدة مكتسبة تورث وده خاطئ، لكن الانتخاب بالطبيعة اللي بيحافظ على ثبات ده صحيح. فالأنواع اللي تحمل صفات الدهن كتير بتبقى مناسبة للمناطق اللي فيها برد، اللي يحمل دهن قليل بيبقى مناسب للمنطقة الأكثر حرارة، بيبدأوا ينعزلوا عن بعض قليلا وده بيحصل فيه عزل جيني، ولكن ما ابتكروش جينات منذ العدم، ما ابتكروش كروموزومات من العدم، فهما جنس واحد بيحافظ الانتخاب على الأمر ده. أيضا في الأمور بتاعت داروين والطيور بتاعت داروين اللي كانت بتاكل حشرات تتجمع في أكتر من مكان، اللي فيه الحشرات لكن لسه بتتزاوج مع بقية الأنواع، بتفضل تتزاوج مع نفس النوع، ولكن ده ما يمنعش إن ده تنوع. طيب لحظة واحدة بالنسبة للفيديو، حاضر اديني لحظة. طيب هكمل الجزء ده شفوي لغاية ما نشغل البرودكاست مرة تانية. فكلهم جنس واحد إلا أنهم بيتزاوجوا مع بعض لأنهم من نفس المنطقة اللي فيها حشرات أكتر. الطيور اللي بتعيش في جزيرة بها بذور ناشفة بتحتاج تاكل البذور دي من صغرها، فالمنقار بتاعها بيبقى أقوى لأنه بيستخدم أكتر، لكن ده مش معناها إن هي تطورت، فقط تنوعت. حاجة تانية، أدوني لحظة واحدة. هحاول بس أرجع البرودكاستنج مرة تانية، فخلوكم معايا حضراتكم. فمعلش هشتغل خلال لحظات، فخلوكم معايا لو تسمحوا. فعامل تاني إن الطيور اللي بيها تنوع جيني زي ما قلت، منقار قوي، منقار صغير وغيره، ده موجود فيها، ده نفس الجنس ولكن اتغيرت حسب الطبيعة، لكن ترجع تقدر تتزاوج مع بعض مرة تانية. الطبيعة عملت دور في العزل، خلت المنطقة اللي فيها ديدان أكتر، العصافير اللي فيها المناقير تنفع لأكل الديدان ده أفضل، اللي فيها منقار أقوى بينفع للمنطقة اللي فيها بذور أكتر وهكذا. لو طلع بيضة بيها نوع المنقار ضعيف ده مش هينفع في الحتة اللي فيها بذور فهيموت وهكذا. فهي دي الفرق بتاع
اللي قاله داروين واللي احنا نؤمن بيه ما بين التنوع والتطور. كويس، بنفس المقياس في نفس الجنس، الجنس الواحد بيتزاوج معا، ولكن التنوع والانعزال الجيني ممكن يخليه غير مناسب للتزاوج فسيولوجيا، ولكن جينيا لسه مناسب. النقطة دي مهمة، حاول أوضحها وأشرح أقصد أقول بيها إيه. فأقدم لحضراتكم بس الفيديو، أتمنى يكون هيشتغل بعد 6 أو 7 ثواني، فاصبروا معايا. هشغله لحضراتكم وارجع للنقطة دي مرة تانية. معلش. طيب أستاذ الحبيب سيريان كريستين، لو تقدر هتلاقي اليوتيوب كمان شوية صغيرة، هيطلع اللينك كالعادة على الموقع، لو تقدر تنزله على التكست علشان بس أكمل. فأهو أجيب لحضراتكم، وآسف على الإزعاج اللي حصل. أهو اللينك أهو. وأرجع للنقطة دي مرة تانية. المهم أكمل النقطة دي المهمة جدا اللي كنت بتكلم عليها. فالجنس زي ما قلت هو الانواع المختلفه اللي بتتزاوج معها، لكن ممكن التنوع والانعزال الجيني يخلي الانواع غير مناسبه ان هي تتزاوج مع بعض، رغم ان هي نفس الكروموزومات ونفس الجينات، لكن بقت مختلفه في الاحجام، مش نافع فسيولوجيا يتزاوجوا مع بعض. كلب بقي كبير جدا وكلب بقي صغير. كويس، لكن ايه اللي حصل؟ بسبب تدخل الانسان او بسبب تدخل الطبيعه الكائنات أصبحت مختلفة فسيولوجيا إلى حد ما، ولكن هي لسه نفس الأنواع لنفس الجنس، أنواع مختلفة لنفس الجنس. فالكلب الصغير أنا أقدر بكل سهولة أخليه يقدر يتزاوج مع كلب متوسط، يوصل لحجم مناسب للتزاوج مع الكلب الكبير. فبسبب تدخل الإنسان أو الطبيعة بيفقد الكائن بالانعزال جينات معينة من التنوع الجيني، بتجعله يجد صعوبة في التزاوج مع الأنواع الأكبر، ليس بسبب الجينات، ولم يكتسب جينات من العدم، ولم يكتسب كروموزومات من العدم، ولم تظهر له جينات ما كانش ليها وجود سابق، لا على الإطلاق، ولكن بسبب فروق الأحجام من خلال عدة أجيال اكتسب فيها صفات، أو هو أقدر أقول فقد فيها بالتدهور بسبب التدخل الخارجي من الإنسان صفات كانت مهمة. بحافظ على الكلاب حجمهم متوسط باستمرار عن طريق التنوع، لا ابتديت اطلع كلاب صغيره علشان حلوه تبقى منزليه لان حجمها صغير ومناسبه للتربيه في البيت، طلعت الكلاب الشواوه الصغيره وطلعت الحصان السيسي الصغير اللي هو اللي يسموه البوني، لكن ده مش تطور، ده انا ما عملتش حاجه جديده، انا خدت جينات كتيره معبره بتخلي دايما الكائن متوسط وعنده حاجات صفات كويسة جدا، أنا فضلت أشيل الصفات دي وأعزل صفات صغيرة مهمة بالنسبة لي لحاجة معينة، طلع في الآخر كلب صغير ما ينفعش في حاجة. علماء التطور للأسف بيخدعوا في النقطة دي كتير، وبيسرقوا العلوم ويدعوا إن ما يسمى بالتنوع واللي مدروس ومعروف سموه Divergent Evolution. الاسم ده أقول لحضراتكم في حد ذاته خدعة، لأنه بيقول تنوع التطور والتنوع غير التطور، يعني هو لما يلاقي حاجة مثبتة ياخدها بس يحط عليها كلمة evolution عشان تبقى أحد علوم التطور، وهي كده هي ليست علوم تطور. فالجنس الواحد في أنواع نفس المحتوى، الكروموزومات، جينات في نفس الأماكن بتعبر عن صفات مختلفة في أكواد مختلفة، ولكن نفس الجنس الواحد، وهيستمر جنس واحد لا يتغير. تستطيع تنتج أنواع جديدة بالعزل الجيني منه، وتقدر تعود وتنتج النوع اللي أتى منه في النوع الجديد، لكن التطور تغيير الجنس لجنس آخر ما تقدرش ترجع.
اللي هو بيتم عن طريق اكتساب جينات من العدم بدون العودة إلى الأجناس اللي اتطورت منها. فأنا لما بمارس العزل الجيني أنا فقط بقلل المحتوى الجيني، مش بطور الكائن. الكلب يقدر ياخد صفات كتيرة وبيبقى عنده جينات مختلفة تعبر عن الصفات مختلفة، عزلتهم وخليت صفة واحدة للعضلات الصغيرة وللحجم الصغير، طلع عندي كلب صغير ما ينفعش في حاجة. فعلماء التطور يخدعوا يسموه تطور علشان يبدو اسم علمي ويبدو نوع من أنواع التطور، ويستخدموه الـ Divergent Evolution كما لو كان دليل على التطور، وهو في الحقيقة خدعة، ويخدعوا الناس بهذا الأمر. ولما نقول لهم ادوا دليل على التطور يقول لك اهو بص بنشوف تطور في الكلاب. لا، ده اسمه تنوع في الكلاب، لكن حول الكلب لكائن تاني لن تستطيع. ده ليس اكتساب معلومات جينية لكن عزل جينات متنوعة. الغريبة دايما ان الانسان لما يسعى لتحسين السلالات دايما بيخربها عادة، ما بيلاحظش هذا الامر، ولكن بينتج فعلا حاجات مناسبة للي هو عايزه، ده حقيقي، ولكن هي الحقيقة بالنسبة للكائن هو خسر معلومات جينية. ينتهي بما هو أسوأ حتى لو كان في الظاهر أفضل. يعني الكلاب الصغيرة الحديثة الحلوة الجميلة المنزلية اللي تنفع تتربى، طلع الكلب ده في الطبيعة مرة تانية، لا الطبيعة هتحميه ولا أي حاجة، هيطلع بيه عيوب خلقية كتيرة، واللي يطلع منه سليم لو طلع في الطبيعة قصاد ذئب ده اللي هيحصل له، قطمة واحدة كده يكون اتاكل فيها. طلع الكلب الشواوة الصغير اللي ما ينفعش في حاجة ده، طلعه الغابة وشوف هيقعد كام يوم في الغابة، هيتاكل في خلال يوم ولا يومين. انا يعجبنا علشان صغير في الحجم، ولكن هو في الحقيقة بالنسبة للطبيعة انا ضيعت منه معلومات مهمة جدا. حتى حصين السبق صرفوا عليها كتير جدا في العزل الجيني علشان يطلعوا السلالات الحلوة كويسة من الحصين الأقوى الأسرع، الكلام من ده كله. ده دراسة عن معدل سرعة الحصين السبق اللي صرفوا عليها مجهود 100 سنة وأبحاث كلفت البلايين علشان حصين السبق تبقى أسرع. النهاية معدل سرعة حصين السبق نزل من أفرج 127 ل 123، يعني صرف الملايين من الدولارات والمجهود في النهاية ان هم كل اللي عملوه ان خلى الحصان أسوأ. الاستنساخ لا يختلف في شيء، الاستنساخ ان انا باخد نفس البويضة بما فيها من اللي هي النواة بالكروموزومات بكل ما فيها واحطها، باخد من خلية سوماتيك بكل النواة اللي كل موجود فيها بكل الجينات بتاعتها بكل الكروموزومات بكل شيء، ليس إضافة معلومة جينية واحدة من العدم، وباخدها أحطها في بويضة بتطلع لي كائن نفس الكائن الأصلي. فده ليس إضافة معلومات جينية من العدم. المهم، أمر التزاوج زي ما قلت ده في المقياس ده موضوع مهم، زي ما قالوا التشبيه العلماء في الموضوع ده شبهوه بحمام سباحة عميق لكل جنس. الحمام السباحة ده ليه حدود معينة، حوائط تحدد معلوماته، ما تخليهوش يختلف عن أو يختلط مع ما جواره من أحواض كائنات تانية أو الأجناس التانية، ما يقدرش يتجوز منها. السمكة ما تنفعش تتجوز حوت، والسمكة ما تنفعش تتجوز كلب، الكلب ما ينفعش يتجوز زرافة، القرد ما ينفعش يتجوز أخطبوط. فالانتخاب بيعزل ولكن بيستمروا نفس النوع. أقدر بكل سهولة في نفس الجنس أرجعه الأنواع مختلفة لمرة تانية مع بعض. فنرفض الأجناس التي لا تتزاوج معا اللي محتواها الجيني والكروموزوم مختلف مع بعض، هيستمر معزول، لا نراها تعطي معلومات جينية جديدة أو تأخذ معلومات جينية من العدم، ولا تنتج جنس ثالث. ده اللي بنسميه الجينيتك ستابيليتي أو الاستقرار الجيني. ده مشكلة لعلماء التطور مش عارفين يردوا عليه، لأن جينيتك ستابيليتي ده مختبر ملاحظ متكرر ثابت علميا يثبت خطأ التطور. أقدم أدلة علشان البعض هيتهمني بالتحيز، أقدم أدلة من اعتراف علماء التطور نفسهم بالمشاكل دي. واحد زي روبرت كارول في كتابه اللي بيتكلم عليه الباترن اند بروسيس اوف فيرتبرال ايفوليوشن،
بيتكلم ايه على اللي هي تطور الفقاريات الفيرتبرال ايفوليوشن. بيقول الاتي: رغم انه على الرغم من وجود عدد لا يمكن ادراكه من الانواع التي تعيش على الارض في يومنا هذا، فان هذه الكائنات لا تمثل طيفا متكاملا يحوي في وسطه مراحل انتقاليه واحده. انا بقول الزواحف اتحولت للكلاب، انا مش لاقي المراحل الكتيره اللي في الوسط اللي مستمره، الطيف الكامل الكتير جدا، الالف مرحله ما بين الزاحف لغايه الكلب، مش لاقيها، مش موجوده، ليس لها وجود، خياليه، لا تمثل طيفا متكاملا يحتوي في وسطه مراحل انتقاليه واضحه. بل على العكس، فان جميع الكائنات الحيه يمكن تمييزها في مجموعات كبيره منفصله بشكل واضح جدا مع وجود عدد قليل جدا من التراكيب المتوسطه واساليب الحياه المتوسطه. الراجل بيقول ايه؟ الكائنات الحيه نقدر نقسمها اجناس واضحه منفصله مميزه ما بتختلطش مع بعض، ومش لاقيين المراحل الوسيطه اللي بتربط بينهم، مش موجوده، المراحل الانتقاليه دي ليست لها وجود. والت براون في كتابه اللي هو ان ذا بيجيننج ذكر حاجه، معلومه جميله جدا، الفرق ما بين المايكرو والماكرو ايفوليوشن، او ما نسميه الفرق ما بين التنوع والتطور. هو شبهه بتشبيه جميل وواضح، الفرق ما بين الخط العرضي والخط الطولي. الصوره الاتيه اللي قدام حضراتكم، تشوفوا زاحف زي سلحفاه، اسف، سحليه زي دي، ممكن يبقى واحده كبيره شويه في الحجم، واحده صغيره في الحجم، واحده لونها مختلف، ولكن نفس الكائن، نفس الجنس، ما اختلفش. لكن افترض ان هو تطور عن طريق تدريجيا وببطء وبطفرات وبالكلام ده كله، رجلين او القدمانيين فقدهم وتحولوا لجناحين، والرجلين الخلفيتين تحولوا لرجلين طائر، والجلد بتاعه تحول الى من القشريات او من الليزر الى ريش، وتدريجيا وصل لمرحله ان هو يتحول الى طائر، دي ما بنشوفهاش. فبنشوف ده متشاف، متلاحظ، علمي، كلام ده فعلا ثابت، نقدم عليه أدلة كتيرة جدا وموجودة، وهو التنوع في الجنس الواحد. لكن التاني ده لا يحدث، تحول السحلية إلى طائر لا نراها في الطبيعة على الإطلاق. على الإطلاق، فين المرحلة دي؟ فين اللي نصها سحلية ونصها طائر؟ وفين نصها رجل ونصها نص جناح؟ وفين نصها جلد ونصها ريش؟ وفين نصها فم ونصها منقار؟ فين؟ ليست لها وجود. فالتنوع بالفعل نراه عرضيا ونختبره وننفذه سواء بالطبيعة أو بتدخل الإنسان. تطور ما نقدرش نشوفه، ما بنختبرهوش، ما بننفذهوش ولا أدل عليه. التنوع هو صفات مختلفة لنفس الجين، سائد، متنحي، متراكم، غيره. أما التطور هو احتياج لجينات جديدة تماما تظهر من العدم، تضاف إلى الصفات الوراثية. حتى الطفرة وتغيير جين من صفة إلى صفة ده ليس تطور، لأن الجين موجود أصلا، ما جانيش جين جديد تماما ليس له وجود سابق من العدم. حدث تغيير في نسخه أو في تعبيره، أظهر لي بروتين مختلف، ولكن هو نفس الجينات. التنوع الجيني في الإنسان والمحتوى الجيني في الإنسان ده هتكلم عليه باستفاضة، ولكن دلوقتي باختصار عشان في ناس كتير تقول إزاي يعني الإنسان بأنواعه دي كلها طلع من آدم وحواء، لكن باختصار شديد، لكن مرة من المرات هتكلم على الموضوع ده بشيء من التفصيل أكتر من النهاردة. المهم، الإنسان يوجد له تنوع جيني ضخم واضح. إزاي يبقى من اتنين بس؟ لأن في كتير من الجينات اللي موجودة في الإنسان تراكمية. لون العين ده جينات تراكمية، الجلد جينات تراكمية، وغيره من الصفات. لون الجلد أنا عندي 10 جينات تقريبا تتحكم في لون الجلد، ال10 جينات دي موجودة في كل البشر، ولكن بعضها بتعبر عن صفة الأبيض وبعضها بتعبر عن صفة الأسود أكتر، فيطلع مراحل وسيطة في المنتصف، ولكن ال10 جينات دول من الأول موجودين.
ما اكتسبش جينات جديدة ما كانتش موجودة. يعني مش هلاحظ الإنسان الأسمر فيه جينات أكتر من الجينات في جينات أقل من جينات الإنسان الأبيض، أو عدد كروموزومات أقل من جينات الإنسان الأبيض، لا خالص. والإنسان الأصفر أو المغولي والقوقازي والأحمر اللي هو زي الهنود الحمر، دول ما عندهمش جينات جديدة، نفس الجينات ولكن تعبيرها مختلف، فأنواع لنفس الجنس الواحد. أيضا في حاجة مهمة جدا بنفهمها، وهي ما يسمى بالبوليمورفيزم. إيه البوليمورفيزم ده؟ تعدد أشكال الجين الواحد. هي وجود طرز مظهرية متعددة مختلفة بالإنتاج نفس الجين بين أفراد المختلفة للمجموعة الواحدة. يعني نفس الجين ممكن يديني أكتر من صفة خارجية، فما اكتسبش جينات من العدم، ولكن الظروف خلت الجين يعبر بأكتر من طريقة. أيضا يوجد حاجة تانية بيسمى جزيء البيبتايد المتغير. ده بيتكون من عدد صغير من الأحماض الأمينية. الجزء ده قادر على إخراج أنواع كتيرة من المتغيرات من نفس الجينات. الإنسان عنده نفس الجينات اللي بتنتج الأجسام المضادة. يجي له أنتيجين ينتج أنتيبادي مميز للأنتيجين. فلما تيجي مواد بتاعة الالتهاب أو غيرها بينتج أجسام مضادة متغيرة من نفس الجينات. يعني الإنسان بنفس المحتوى الجيني ونفس المعلومات الجينية ونفس التركيب ونفس عدد الكروموزومات ولم يتغير، وهو نفس الإنسان بجيناته، تنتج بروتينات مختلفة في ظروف مختلفة. ده بسبب وجود مستويات أعلى أخرى من الجينات. زمان بتوع التطور كانوا بيحاولوا يقنعونا إن 98% من جينات الإنسان دي ما يسمى بالجانك جينز، جينات زبالة، جينات مهملات. فضلت موجودة في الإنسان بسبب تطوره، احتفظ بيها، خدها كوراثة من ساعة ما كان بيتغير من سمكة لغاية برمائي لزاحف لغاية ما وصل لثدييات لقرد الإنسان. طلعت ولا جينات جانك جينز ولا مهملات ولا الكلام ده كله. طلعت الجينات دي ليها دور مهم جدا، بعضها بيتحكم في إنتاج البروتينات وبعضها بيتحكم في بقية الجينات. يعني في جينات موجودة بتتحكم في جينات تانية تغير ازاي من انتاج البروتين اللي بتنتجه. وده اللي بنسميه التنوع وليس تطور، انتاج صفات مختلفة للجين الواحد. بل ظهر مستوى ثالث للجينات، يعني انا بدل ما عندي كل الجينات كانوا بنفترض ان هي بتنتج بروتينات، لا ده في جينات بتتحكم في جينات ازاي تنتج بروتين وبروتين لا، ده طلع في مستوى ثالث تتحكم في ما هو ما يتحكم في الجينات المختلفة. فاللي كانوا بيخدعونا بيه علماء التطور وبيقولوا ده جينات مهملات دليل على تطور، طلعت تؤكد التنوع اللي قال عنه الكتاب المقدس ان الله خلقه من البدايه بهذه الطريقه وليس جينات مهملات. فأكرر الفرق بين التنوع والتطور. تنوع وجود محتوى معلومات مختلفه للجين الواحد او تركيبات مختلفه للجين الواحد الموجود بالفعل من البدايه في نفس الجنس، حتى لو انتاجه اختلف، الوان، احجام، حاجات زي كده، لكن جنس واحد لن يتغير ولن يتطور لجنس اخر. لم يكتسب صفات وراثيه جديده من العدم او معلومات جينيه من العدم او كروموزومات من العدم. اضرب امثله اكتر توضيحيه اكتر. دراسه على زي مثلا اشريشيا كولاي البكتيريا العصويه والفيروسات اللي بتهاجم الاشريشيا كولاي. فيروس بيبتدي يهاجم البكتيريا الاشريشيا كولاي. ابتدى يهاجمها ازاي؟ بيجي على مكان معين في جدار خليه الاشريشيا كولاي بيهاجمها. الفيروس بيعرف مكان بروتين معين موجود بيسميه ريسبتور او مجموعه بروتينات بنسميها ريسبتور على جدار الاشريشيا كولاي، ويروح يهاجم وياتي للمكان ده ويلتصق فيه ويثبت في الخلية ويقدر من خلاله يفتح ثقب ويقدر يعدي منه الدي ان ايه او الار ان ايه بتاع البكتيريوفاج ويهاجم البكتيريا. هو مميز بمواد بيولوجية كيميائية يستطيع الفيروس به يرتبط بالمكان المستقبل ده بس. كويس؟ البكتيريا تدافع عن نفسها ازاي؟
تدرك ان هو بيرتبط بالمستقبل ده. قامت بإجراء دفاعي عن طريق تدمير هذا المستقبل، ودمرت مش المستقبل بس، ده دمرت الجين اللي بينتج البروتينات دي اللي بتاعت السيل وول علشان الفيروس ما يرتبطش بيها. طلعت عندي بكتيريا بالفعل مقاومة للفيروس، لكن هل هي بكتيريا حديثة؟ هل هي اكتسبت صفات من العدم؟ لا. الفيروس عرف يغير من أسلوبه بنفس الجينات اللي موجودة فيه ونفس البروتينات اللي موجودة فيه، أصبح يرتبط بجزيئات سكر على الجدار يسمى المانوز في البكتيريا والمالتوز، لكنه ما اكتسبش معلومات جديدة ولم يتحول لجنس آخر، هو مستمر هو نفس البكتيريوفاج الفيروس. البكتيريا لما أدركت كده دمرت الجينات اللي مسؤولة عن إنتاج النظام البيولوجي فيها اللي بينتج السكريات دي، فبوظت الجينات اللي بتنتج السكر المانوز والمالتوز. النتيجة النهائية عندي إيه؟ عندي بكتيريا جميلة جدا بتقاوم الفيروسات، لكن ده مش الحقيقة. ظاهريا بالفعل أقوى بتقاوم الفيروسات، ولكن جينيا المحتوى الجيني المهم، هي بكتيريا بها جينات محطمة، بكتيريا اتدهورت، بكتيريا فقدت القدرة على إنتاج المالتوز والمانوز اللي ليه دور مهم في السيل وول. تقدر تعيش ولكن أضعف من السابق. البكتيريا دي ما اتطورتش، البكتيريا دي تدهورت. حدث تنوع للبكتيريا، بقى عندي نوع يقاوم الفيروس ونوع ما يقاومش، ولكن ما أصبحتش بكتيريا جنس آخر مختلف تماما، هي نفس النوع، هي نفس الجنس متنوع، واللي فقدت اللي أصبحت تقاوم الفيروسات هي فقدت القدرة أو فقدت بعض الجينات المهمة وأصبحت أكثر تدهور. عشان كده اعترف علماء التطور زي واحد مايكل بيهي إن مثال البكتيريا والفيروسات اللي كان يستشهد بيها زمان على التطور هو في الحقيقة ده مثال ضد التطور. ده مش تقدم للأمام، ده تدهور للخلف. قال ده خطوة جانبية وخطوتين كبيرتين للخلف. خطوة جانبية صغيرة وخطوتين كبيرتين للخلف، يعني تدهور. آدي كلامه، والكلام ده اتنشر في سنة 2012 في شهر يناير، ويقدر اللي يحب يرجع لللينك ده يقرأ في evolutionnews.org هذا الكلام. فده ليس تدهور ليس تطور على الإطلاق. عارفين أحسن تشبيه للأمر ده إيه؟ إنسان عنده كتاب، كتب كتاب وفرحان بيه، بيه معلومات جميلة جداً. راح قولوا بعض الناس قالوا له على فكرة كتابك فيه خطأ شنيع جدا في هذه الصفحة، واصطادوا عليه المعلومة دي أو الخطأ ده وقعدوا يحاولوا يزلوه بيها. فالإنسان اتنرفز وراح عامل إيه؟ ماسك الصفحة دي اللي فيها المعلومة دي وراح قطعها. دلوقتي يقدر يفتخر ويقول إن كتابه لا يوجد به هذا الخطأ، لكن هل الكتاب تطور؟ هل أضاف معلومات جديدة من العدم؟ طبعا لا، هو الحقيقة خسر معلومات مهمة زي البكتيريا اللي بوظت جينات مهمة. عشان كده مقاومة الفيروسات، مقاومة البكتيريا للفيروسات واعتبارها طفرات وحاجة مفيدة والبكتيريا تطورت، ده ليس تطور. محاولة تانية باستخدام الفيروسات والبكتيريا مشابهة ليها، وهي موضوع البكتيريا اللي بيسموها سوبر بكتيريا أو بكتيريا المستشفيات أو السوبر باجز، اللي يدعوا إن البكتيريا تطورت وأصبحت أنواع سوبر فائقة. ده غير صحيح، ده ليس أيضا تطور لكنه تنوع. من البداية عندنا بكتيريا فيها صفات مختلفة في الجنس الواحد، وهذا ما نؤمن به، ما تغيرش الجنس تاني، لكن اللي بيها مناعة ضد مضادات حيوية عن طريق عمل جين معين كان فيه مشكلة. فمثلا لما استخدم مضاد حيوي زي ستريبتومايسين أو أمبيسيلين أو غيره أو البنسلين ولا غيره من المضادات الحيوية، بيتحد بالرايبوزوم ستريبتومايسين مثلا، يوجد في نوع البكتيريا متدهور في عيب جيني، البكتيريا دي ما بتنتجش الرايبوزوم السبيسيفيك ده، بينتج رايبوزوم ناقص خطأ معيوبة جينيا وضعيفة ومش منتشرة وسط البكتيريا. يجي المضاد الحيوي يقتل كل البكتيريا القوية
اللي فيها رايبوزوم سليم. يجي للبكتيريا المعيوبة جينيا اللي فيها رايبوزوم ناقص، ما يقدرش عليها، تنتشر البكتيريا دي وتبقى بكتيريا ريزيستنت للمضاد الحيوي. هل هي بكتيريا فعلا تطورت ورائعة؟ لا، دي هي من البداية بكتيريا حصل فيها عيب جيني، تدهورت وفقدت صفة معينة وكانت موجودة في التنوع البكتيريا، لما جه المضاد الحيوي قتل الكويسين وساب الوحشة، لكن الوحشة دي أصبحت هي الكويسة لأنها قادرة تقاوم المضاد الحيوي. ده ليس تطور، هذا تدهور. المحتوى الجيني لم يكتسب معلومات جينية جديدة، لكن خسر معلومات جينية مهمة فهو أقل في المحتوى الجيني. البكتيريا دي في الطبيعة أضعف من بقية البكتيريا لأن فيها عيب في الريبوزوم، ولكن هي من نفس الجنس الواحد، أقل في العدد وفي النمو. بسبب استخدام المضاد الحيوي أصبحت الأضعف هي الأكثر وهي السائدة. فبكتيريا المستشفيات تتنوع من نفس البكتيريا، تتغير صفات بعضها في إنتاجها، ولكن لا تزال هي نفس البكتيريا، ما تحولتش لحاجة تانية، ما أصبحتش نبات، ما أصبحتش سمكة، ما أصبحتش حتى فطريات. البكتيريا من الجنس الواحد متنوعة، ده ما يسمى البكتيريا البول. دايما لما نحلل البكتيريا مختلفة بنلاقي بعضها ريزيستنت وبعضها كويس، بعضها سنسيتيف. لما استخدم مضاد حيوي بقتل العاديين التنوع المختلف، وببقى النوع فقط اللي فيه عيب جيني سبب له ان هو يبقى مقاوم للمضاد الحيوي. ليس تطور ولكن قتل التنوع. لو سبت البكتيريا دي انتشرت ولكن رجعت لنفس البكتيريا التانية اللي متنوعة، ترجع التنوع مرة تانية. لو استمريت في استخدام المضاد الحيوي باستمرار بساعد هذه البكتيريا على النمو وزيادة، اللي هي في الأصل معيوبة ولكن هي بقت السائدة، وكده فقدت كل التنوع الجيني. فبالتدخل البشري أو أحيانا الطبيعة بالعزل الجيني عادة بيسبب خسارة للمحتوى الجيني المخلوق أولا، اللي خلقه ربنا للجنس الواحد. خلق الكلاب خلقت بمحتوى جيني متنوع، أنا لما بمارس العزل الجيني عليها وأطلع أنواع صغيرة بخسر أو بيخسروا هذه الجينات، لكن لما بيتجوزوا مرة تانية بالتنوع بيرجعوا يحتفظوا بهذه المعلومات الجينية مرة تانية. لكن أقدر حتى الكلاب الصغيرة اللي مارست عليها عزل جيني كتير لغاية ما وصلتها لحجم صغير، بالتدريج أقدر مرة تانية أرجعها توصل كلاب كبيرة الحجم، لكن الكلب عمري ما هخليه يليق نحوي يطير أو خياشيمه وتغطس أو غيره من الكائنات. ممكن أرجعها لكبيرة الحجم أو أخليها صغيرة الحجم، أغير لون عينيها، ولكن في الآخر هتستمر كلب زي ما هو. التنوع بنشوفه، وأحيانا التنوع بيكون تدهور، ولكن لا نرى التنوع هو تطور عن طريق إضافة معلومات جينية أو جينات أو كروموزومات من العدم. ده النقطة والفيصل المهم. حاولوا إثبات أن التطور ممكن يحدث ويتعدى حدود التنوع عن طريق تجربة على كائن مشهور جدا، ودي آخر حاجة أقولها لكم لأن تعبت حضراتكم، معلش صدعتكم معايا، فنركز في المثال ده لأنه مهم وهختم بيه. المثال إيه؟ وهو الكائن الشهير جدا ذبابة الفاكهة، اللي مثال واضح اللي بيستخدموه على الجينات وحبوا يستخدموه كان عشان يبقى مثال واضح أيضا للتطور. ميزته إن هو بيتناسل بسرعة وبيستخدم في دراسة الصفات الوراثية وغيرها. أجروا بعض المحاولات فشلت، ابتدوا يركزوا أكتر ويعملوا كل المحاولات الذكية وليست بالصدفة اللي يقدروا يعملوها، ورغم ذلك لم تتحول ذبابة الفاكهة لكائن آخر على الإطلاق، استمرت ذبابة فاكهة حتى المنتهى. عملوا كل ما تتخيلوه، عرضوا بيض الذبابات دي لظروف ومؤثرات مختلفة، لأشعة مختلفة، لضغوط مختلفة، لأمواج ضوئية مختلفة، لتغذية مختلفة، لمواد كيميائية مختلفة، كل الحاجات اللي يقدروا يعملوها لذبابة الفاكهة. إيه النتيجة؟ حصل عيوب في ذبابة الفاكهة أشكال وألوان بسبب الكيماويات والأشعة والمصايب اللي عملوها فيها، ولم تتحول ذبابة الفاكهة إلا إلى ذبابة فاكهة لأجيال كثيرة، عمرها ما اتغيرت لجنس تاني. أنتجوا حاجات سلبية كتيرة جدا. على سبيل المثال الصورة دي، دي رجليها التانت، دي فقدت جناحاتها، دي جناحاتها التانت وأصبحت ما تقدرش تطير بيها،
دي جناحاتها رفعت وطولت شوية، ولكن استمرت ذبابة فاكهة وأنواع تانية طلعت منها. التجربة دي على فكرة ضايقتهم جدا، قتلتهم. فذبابة الفاكهة لم تتطور لجنس تاني، حبوا يدعوا رغم فشلهم الذريع ان ده تطور. بصوا، طلعنا ذبابة فاكهة متطورة بجناح مقطوع، وطلعنا ذبابة فاكهة متطورة بعينين ضيقة، وطلعنا ذبابة فاكهة متطورة بعين اللي هي السيبيا ايد. فين التطور ده؟ دي ذبابات فاكهة متدهورة، معيوبة، مشوهة، دي ما بتقدرش تطير، دي ما تقدرش تشوف كويس، ولا دي تقدر تشوف كويس. واستمرت في الآخر ذبابة فاكهة، ما اكتسبتش جين واحد من العدم، ما اكتسبتش كروموزوم واحد من العدم، لم تتحور إلى جنس آخر مهما عملوا. ذبابة الفاكهة على فكرة كمقياس بتنتج جيل كل 8 أيام، من كل 8 أيام لأسبوعين، تنتج من 100 ل 400 بيضة في اليوم الواحد، تفقس كل 15 ساعة إلى يوم، وبيها 4 كروموزومات بس، يعني مش محتاجين يغيروا فيها كتير، يعني جين ولا اتنين يطلعوا في الكروموزومات دي يعمل فرق ضخم. ذبابة الفاكهة السنة بالنسبة لها، السنة بتاعتنا 365 يوم وربع، تمثل 45 جيل تقريبا، يعني سنة واحدة للإنسان تمثل 45 جيل لذبابة الفاكهة، يعني لما يعدي سنة على ذبابة الفاكهة كما لو كان يوازي 45 جيل للإنسان. تمثل نسل يوازي قد إيه؟ 8 في 10 أس 108، يعني 8 في 10 عليها 108 صفر، يعني تساوي نسل الإنسان لو كان الإنسان عايش من 3 مليون سنة بينتج. يعني ذبابة الفاكهة في سنة واحدة توازي عمر الإنسان وأجياله وعدده في 108، في 8 في 10 أس 108، يعني بتتكلم بلايين التريليون 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 من أجيال الإنسان، تخيلوا. ورغم ذلك التجارب الضخمة اللي تمت على ذبابة الفاكهة أسف لم تتطور، رغم أنها أسهل بكتير، ده المحتوى الجيني بتاعها أقل. وأقبل إن أنا أقول ذبابة الفاكهة لا تتطور رغم كل المحاولات ذكية وغبية عملوها، ظروف معملية وغيرها، وأقبل إن الإنسان بالصدفة تطور مراحل كتيرة جدا في 3 مليون سنة. إزاي؟ على فكرة ما جربوش على ذبابة الفاكهة على جيل واثنين وثلاثة ولا حتى 45 جيل في سنة واحدة، ده جربوا ما يوازي 3000 جيل على ذبابة الفاكهة، 3000 جيل، وما قدروش بكل المحاولات اللي عملوها يخلي ذبابة الفاكهة تتطور لحاجة تانية. وده مكتوب بالتفصيل في كتاب اللي هو الايفوليوشن كرانشر. الحاجة العجيبة ما يداروش على خيبتهم ويسكتوا، آسف في التعبير ده، معلش سامحوني، ولكن يعملوا حاجة أصعب، يقولوا الاستنتاج الآتي تفسير ان ذبابه الفاكهه لم تتطور هو الاتي: Fruit flies must have evolved as far as they can go. يعني ايه؟ ذبابه الفاكهه لابد انها تطورت الى اقصى قدر من التطور تقدر توصله ذبابه الفاكهه، عشان كده مش هتقدر تتطور اكتر من كده. ده اللي بيقولوه، تخيلوا. يعني عشان فشلوا واللي صرفوا عليها أموال ضخمة فقط لإثبات أن يمكن حدوث التطور ومن جنس لجنس آخر، برروا فشلهم بإيه؟ معلش، أصل ذبابة الفاكهة دي أعلى مرحلة للتطور عندها، عشان كده مش هتتطور لحاجة تانية. بذمة ده كلام أقر بعض علماء التطور مثل لان ليستر، قال ذبابة الفاكهة بعد كل المحاولات اللي عملناها refuse to become anything but fruit flies under any circumstances. هي متنوعة ولكن لا
نقدر أن نحولها لشيء آخر إلا ذبابة الفاكهة تحت أي ظرف من الظروف. ذبابة الفاكهة رفضت أن تصبح أي شيء تاني إلا ذبابة فاكهة واحدة. الأجناس تتنوع، الأنواع من نفس الجنس حسب ظروف البيئة، ده حقيقة ولكنه ليس تطور. المعلومات التنوع موجودة بالفعل حتى لو تغيرت بعض التعبيرات الجينية والبروتينات، لكن لم تكتسبها من العدم. الحجر ما أنتجش شوربة عضوية، ما كونتش كائن أولي بسيط وحيد الخلية، ما تطورش بجينات قليلة وكروموزوم واحد فضل يكسب جينات من العدم لغاية ما وصل لكلب. ده فاكت. بنشوف تنوع الورود، بنشوف تنوع الكلاب، ده حقيقي observed scientific، وده يناسب الكتاب المقدس. ده غير حقيقي، أقدر أقول عليه كذب. الحجر ما تطورش وأصبح كلب، والحجر لم يتطور ويصبح وردة. وده الفرق ما بين العلم والفرق ما بين الخدع اللي يدعوا عليها علم وهي علم كاذب. معظم التغيرات ليست تطور لكن تدهور جيني، بتنتج صفات جديدة قد يراها البعض مناسبة ولكن هي جينيا تدهور. إعادة توزيع الجينات ليس تطور، فالتطور هو زيادة محتوى جيني وليس إعادة توزيع. اللي نراه من التنوع والانتخاب البيئي والبشري ده تنوع وليس تطور، لذلك لا يوجد شيء اسمه تطور، يوجد تنوع. آسف طول.